ناس بتختلف بأشياء كتير بالحياة، بس أنا برأيي بيجتمعوا على حب أكلة واحدة. أكلتنا لليوم يا جماعة هي من الأكلات اللي الناس مفكرة إنه هي صعبة حتطلع معنا بنفس المطاعم وبنفس الطريقة، ولا حتطلع أطيب من هيك، كتير حلوة وكتير بسيطة. بس تعرفوا شو أحلى من الأكل؟ الطبخ، إنك تعمل أكلات صحية وسهلة وبسيطة بأدوات موجودة عندك بالبيت. أنت اليوم شيف بالبيت، إن شاء الله صحة وهنا. Watch it. اشترك الآن.